اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. هنعمل النهارده حاجه يمكن مش معتادين عليها قوي، رز بالبشاميل. او رز هنعمله بالبشاميل، عباره عن رز بياخد طبقه من الرز المصري العادي، وبعدين بحط معاه كارملايزد اونيون اللي بحاول اكرمله دلوقتي عشان ده بياخد وقت جامد جدا. اوكي، ايه الكرمل يعني ايه بكرمله؟ هو كده بدا يتكرمل، بس في نوعين من الكرمله، في كرمله بحط لها سكر وبحط لها عصير عنب، اوكي، وفي كرمله ان هو بس يبقى ايه زي بتاع كشري كده، اوكي، من غير اي حاجه دي. لا هنا بقى الكرمليزيشن ده او طريقه الكرمله دي هحط لها شويه عصير عنب بعد ما ده يحمر شويتين ثلاثه، احط له عصير عنب وشويه زبيب، اوكي، واحط طبقه من الرز اللي هو اساسا اقدر احطه من دلوقتي، لان في طبقه رز تتحط عادي جدا في اي وقت هتتحط، مفيش اي مشاكل. بس ايه، قبل ما اعمل كده هديها سنونه كما تعتدنا، شويه شو اسمه صوص بيشاميل، اوكي اوكي واحط الايه هنا كده 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 اهو، اوكي، واحط الرز. فهننزل بقى الرز ده المصري اللطيف الجميل بتاعنا ده، اوكي، ونفرده شويه هكذا هكذا، اوكي اوكي طيب خلاص. تعالوا هنا بقى، اخبار الكراماليزيشن ايه، شغال والله شغال والله. يعني اعمل كده مثلا، لطيف، ايوه ودي شويه اللحمه المفرومه تتحط معاه، خليكي هنا. اوكي هنعمل بقى شويه زبيب، كمان شويه زبيب، وكمان شويه زبيب، اوكي تمام. نستنى انك تقول حاجه حلوه. اوكي، لو كله احمر قوي او يعني كله خد اللون الاحمر مش هيبقى فيه الطعم اللطيف بتاع البصل المسكر اللطيف ده، اوكي، فهو يعني يدوبك دلوقتي يدوبك دلوقتي هديله شويه عصير عنب، اسيبه بقى ايه يشتغل مع بعض، يشتغل مع بعضه، اوطي ناري شويه، اوكي، واسيبه ايه براحته بقى ايه يتشرب الكلام ده ويقصر خالص، ويبقى ايه الكاراميلايزيشن اللي انا عايزه حصل، ويتقل كده وبتاع ويعجن شويه مع بعضه. اوكي طيب هنعمل ايه بقى؟ هنجيب طاجن تاني ونعمل الصنف التاني بتاع البسماتي. البسماتي هنا هحطه واحط له بسله برضو. يا ابني ما احنا مش قلنا الكلام ده كتير، انت وبعدين معاك. اوكي اوكي طب ما انا اقول لك على حاجه الطف، انك تحط البسله معاه الاول عشان ما ايه ناخد كده اهو زي ما انا عايز كده اهو، مثلا 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 مثلا، ونحط له بسلات بسلات بسلات، يعني مش كتير قوي قوي قوي. بسله بقى ايه، اما المجمده او هتنزلوها في ميه مغليه لمده 3 دقائق وتطلعوها على ميه بتلج، اوكي، عشان تحتفظ بالخضار بتاعها جواها. اوكي خلاص عملنا كده، هنحط ده بقى هكذا، اوكي
وبعدين احط شويه شيدر واكمل اجان تاني بصوص البيشاميل. بلاش الشانكس، حطوا بس ايه المبشور الناعم ده اللطيف، مش لازم يعني يكون كتير قوي قوي، كل ده هيسيح ويبقى لطيف قوي. اوكي بهذا يا سيدي، وصوص البيشاميل عليه ويخش الفرن. اوكي لا كده كتير، هنعمل كده عشان ما يحصلش مشاكل. يلا ندخل ده الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي نطلع فاصل ثم نعود نكمل بقية شغلنا ونعمل الطاجن الثاني والثالث والرابع وحاجات كده. اوكي ابقوا معنا. كده بقى مكرمل لطيف. اوكي ابتدي بقى اخده بالراحه بالراحه ونحطه هنا كده بصوصه الجميل ده. الله يا ولد حلو حلو اوكي ناخد بقى ايه شويه جوز كده ونرصه. طبعا ممكن لو حد ايه مش عايز يتعب نفسه بدل ما يرصهم يجرشهم ويرشهم، بس طبعا الوضع مختلف يعني كده وانت بتاكل كده الوضع مختلف ان شاء الله باذن الله تعالى، يعني قريب ان شاء الله يعني هعمل لكم حلقات فيها منيو لكل ايه عضو من اعضاء الجسم او اورجن، القلب الدماغ الاعصاب كده، يعني ايه الحاجات اللي ممكن ناكلها للحفاظ على هذه الاعضاء وكيفيه تسويتها و تمشي مع بعض، ايه مش مع ايه وايه مش مع ايه والحدوته دي كلها. وبعدين بقى في الاخر بعد ما نحط البيشاميل بتاعنا القصه دي كلها ابتدي ايه احط واحده ولا اتنين من فوق انديكيشن كده انه ايه الكلام ده فيه جوه جوز. اوكي نحط بقى البيشاميل والحقيقة مش محتاج ياخد حاجة تانية، واضح الجوز معاه. اوكي واضح الجوز معاه، ممكن نديله مثلا شوية زبيب من فوق كده برضو انديكيشن. يلا نحطها بقى في الفرن هكذا. نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل شغلنا ونعمل اللي بعد كده وابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل. هلا بيكم، يلا تعالوا نطلع
البسمتي بالبيسيلا. اوكي ماشي، ادي واحد بسمتي بالبيسيلا وصلحه. استنى يا عم لا تقع مننا. اوكي هنعمل بقى ايه؟ هنعمل شويه لحمه معصجه. اوكي نعصج شويه لحمه ونعمل معاهم بقى ايه؟ هنحط بقى في هذا الطاجن الجميل الصغنون الحلو ده، عصج على قدك بقى، عصج على قدك، يعني مثلا اعمل نص بصلايه. اوكي نص بصلايه هعمل كده. اوكي يلا يا ابني. وهنعمل رز برضو بالبشاميل، بس المرة دي بقى العصاج مع فلفل حامي وفلفل احمر. اوكي وهعمل ادي التوم وادي البصل، ومش هحط لحمة كتير قوي، وادي زيت زيتونة. كتير او كتير 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 بس حبيبي. اوكي يلا هاتلي مثلا، يلا بسلطة. بسلطة وشوية توماتة، بس لما بصلها تقول شويه الاول. طيب ده اللي عملناه. اوكي بسمتي مع البسله الخضراء، وقلنا انها لو خضراء طازه هناخدها بلانشيه لمده 3 دقايق ونطلعها نحطها في ميه بتلج، ولو كانت مجمده احطها زي ما هي بعد ما الرز يستوي ولسه سخن. خلاص خلصت الرز، اقوم حاطط معاه البسلة ومقلبهم مغطي عليه وشايله لان هو خلاص استوى. اوكي وبعدين اعمله بالبيشاميل. لازم عيني تبقى ورا ظهري عشان اشوف اللي ورايا ده بيعمل ايه. لازم اشوف اللي ورايا بيعمل ايه. اوكي ده الرز المصري اللي معمول بال يعني اللوز، قصدي البتاع ده، البصل المكرمل والجوز والزبيب، وبالراحه لا تقع عليا. اوكي برضه هنريحك هنا شويه قبل ما اتصرف فيك. اوكي يلا احط بقى شويه بيشاميل صغنطن طنطنتين، يعني على اساس ان احنا نجهز نفسنا يعني. واحط برضو شويه رز كده اهو. اوكي واخد بقى ايه هذه الفلفلات. الفكره بقى ان لازم يتقطع رفيع. اوكي عشان هيتلف مع البصل. الاساس فيها مش اللحمه اكشوالي، الاساس فيها الفلفل، يعني اللحمه كومبلمنتري هنا كده. اوكي اللحمه كومبلمنتري، فيعني يا دوبك شويه صغيرين قوي. شوية فلفل اوكي جميل. يلا يلا فلفل ويلا فلفل حامي حالا حالا.
ونشوف. اوكي، لحمه وفلفل حامي اخضر، شويه نونه. بس كومبلمنتري كده. اوكي، نطلع فاس ونرجع تاني يوم ما الكلام ده يقول ويستوي ويبقى حاجه حلوه قوي، وفي نفس الوقت اكون انا بصيت على اللي في الفرن، شوف اخباره ايه، ونرجع نكمل بيه شغلنا. ابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل. يلا اللحمه بدات خلاص، هتقول سوا، نديها بقى شويه ايه، القرفه والتوابل بتاعتنا الجميله الحلوه. لطيفة التوابل المجمعة دي، لطيفة أوي. والقرفة، ومش هحط ورق لور المرة دي عشان اقفل كده ايه. بص التيب الجميلة الحلوة دي. اوكي، هايل يا ولد، هايل هايل. ريحة طلعت خطيرة خطيرة. يلا شوية فلفل حامي. عايزين بقى تحطوا الفلفلايه زي ما هي كده صحيحه، علشان بعد ما تخلصوا اللحمه خالص تشيلوها، ممكن تعملوا كده، بس الكلام ده كنتوا تحطوها من الاول. بس انا عايز احرقها، احرقها احطها كده، مش حرقها قوي 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 يعني، لكن ايه، ما احطهاش كلها. طب وش اوكي، تعالى طبقة تانية من الرز، مش كتير قوي بقى، ما كتيرهاش قوي. اوكي، ويكون ايه، مفتفت كده لطيف مفرفل. ليه؟ عشان لما احطه ما اضطرش ان انا اقعد اتك عليه افتفته ابوظ الدنيا. طبقة صغيرة، طبقة صغيرة يعني، هنشوف كده مثلا، شوف كده. اوكي، بشاميلاتك. يلا بيك، خلاص خلاص، نعمل كده كده. يلا تعالوا، اوكي. طب بما ان احنا عملنا كده، ما تيجي نعمل كده. بقول لك ايه،
الاكله. يلا ندخلك بقى كده الفرنه ونشوف الدنيا عامله ازاي. اوكي 10 دقايق واطلعها واقدمها. اوكي يبقى ده اللي بالكراملايزد اونيون، مصري كراملايزد اونيون، بسمتي بسلة. طلع بقى ايه؟ الله 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 يا سيدي. حلو قوي حلو قوي ما شاء الله. اوكي كده عملنا حلقتنا النهارده، خلصناها بشاميلات بشاميلات، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص ومسلسل البشاميليات. ابقوا معنا.